السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الطلاب في مفهوم جديد المفعول به. عزيزي الطالب، ما تعريف المفعول به؟ ما الإجابة؟ اسم منصوب يدل على الذي وقع عليه الفعل. أحسنتم. عزيزي الطالب، عدد علامات إعراب المفعول به. ما الإجابة؟ الفتحة. أحسنتم. وتكون في، ما الإجابة؟ الاسم المفرد وجمع التكسير. أحسنتم. عزيزي الطالب، ما العلامة الأخرى من علامات إعراب المفعول به؟ ما الإجابة؟ الكسرة. رائع. وتكون في، ما الإجابة؟ جمع المؤنث السالم. أحسنتم. ما العلامة الأخرى من علامات إعراب المفعول به؟ ما الإجابة؟ الياء. أحسنتم. وتكون في، ما الإجابة؟ المثنى، جمع المذكر السالم. أحسنتم. ما العلامة الأخرى من علامات إعراب المفعول به؟ ما الإجابة؟ الألف. أحسنتم. وتكون في، الأسماء الخمسة. عزيزي الطالب، أعرب. صنع الإنسان السيارة. صنع الإنسان السيارة. أما الإجابة؟ هيا بنا نعرب. صنع فعل ماض، الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، السيارة مفعول به. أحسنتم. إضاءة، الفعل اللازم يتم معناه بفاعله ولا يتعدى إلى مفعول به. الفعل المتعدي فلا يتم معناه بفاعله ويحتاج إلى مفعول به ليتم معناه. عزيزي الطالب، أجيب. أتلو الآية التالية ثم أستخرج منها فعلا لازما وآخر متعديا. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. عزيزي الطالب، أجب عن المطلوب. نستخرج الفعل من الآية الكريمة السابقة. أما الإجابة؟ تصعر. أحسنتم. نوعه من حيث اللزوم والتعدية. أما الإجابة؟ نفكر. متعد. أحسنتم. ما السبب في ذلك؟ ما الإجابة؟ لم يكتفي بفاعله واحتاج مفعولا به. أحسنتم. إجابة موفقة. عزيزي الطالب، نستخرج الفعل الآخر. ما الإجابة؟ لا تمشي. أحسنتم. نوعه من حيث اللزوم والتعدية. ما الإجابة؟ لازم. أحسنتم. ما السبب في ذلك؟ ما السبب في كونه لازم؟ اكتفى بفاعله
ولم يحتج مفعولا. أحسنتم، إجابة موفقة. عزيزي الطالب، أستخرج المفعول به. رسم الرسام لوحة، رسم الرسام لوحة، نستخرج المفعول به. ما الإجابة؟ لوحة. أحسنتم، رسم فعل ماض، الرسام فاعل مرفوع، لوحة مفعول به. أحسنتم. عزيزي الطالب، أجيبه. أضع كل اسم من الأسماء التالية في جملة مفيدة بحيث يكون مفعولا له. المكرمات، ما الإجابة؟ ورث رشيد الدين المكرمات عن آبائه. أحسنتم. أبو بكر، أبو بكر، ما الإجابة؟ أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر، أبا بكر. أحسنتم. العلمان، العلمان، ما الإجابة؟ كرمت المملكة العلمين السابقين، العلمين. أحسنتم. المفعول به، أولا تعريف المفعول به، ثانيا علامات إعراب المفعول به، ثالثا الفعل اللازم والمتعدي.